الموضوع المحاضرة إن شاء الله هنتكلم على الأناتومي أوف ذا سباينال كورد. موضوع سيمبل بسيط إن شاء الله، مش هيبقى متعب يعني. في الأول بس بحييكم، لوجان بيحييكم. طيب هنبتدي أول حاجة، إيه هي الإكسترنال فيتشرز أوف ذا سباينال كورد؟ نتذكر كده فيما سبق إن إحنا كنا قلنا إن النيرفس سيستم بيتكون من سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم، وقلنا عن السنترال نيرفس سيستم إن هو بيتكون من برين وسباينال كورد. فأنا النهاردة هتكلم على السباينال كورد. فأول حاجة إن أنا عايز أشرح إيه الإكسترنال فيتشرز، يعني شكله الخارجي عامل إزاي للسباينال كورد. لو أنتم ملاحظين يا أولاد كده فوق هنا، دي هنا السكال، هنا دي كده، دي كده دي الفيرتبرال كولم، صح؟ داخل الفيرتبرال كولم في كناري، قناه بتبتدي من تحت السكال لغايه نهايه الفيرتبرال كولم، لغايه اخر جزء من الفيرتبرال كولم. القناه دي يا شباب اسمها فيرتبرال كانال. يبقى فيرتبرال كانال هي القناه الممتده داخل الفيرتبرال كولم من اول فقرات الفيرتبرال كولم لغايه اخر فقرات الفيرتبرال كولم، دي اسمها فيرتبرال كانال. فاحنا لما نيجي نشرح السباينال كورد، اول عنوان هنتكلم فيه حاجه اسمها لينث، طوله. طوله في الميل تقريبا، في الادلت ميل تقريبا بيوصل لحوالي 45 سم. طبعا في الفيميل بيقل عن كده شويه، ممكن يوصل ل 42 سم او حاجه زي كده يعني. فده بالنسبه للينث بتاعه. طيب تاني نقطه، بدايته او اللوكيشن، مكانه فين في الجسم. لو انت لاحظت هو موجود في القناه دي اللي سميناها فيرتبرال كانال. السؤال، هل السبانال كورد بيشغل الفيرتبرال كانال من بدايتها لنهايتها؟ الاجابه لا. السبانال كورد بيشغل الابر تو ثيرد اوف ذا فيرتبرال كانال، بيقف هنا. يبقى نهايه السبانال كورد انه بياخد الابر تو ثيردز اوف ذا فيرتبرال كانال. يبقى اللوكيشن هو موجود في الفيرتبرال كانال لكن مش كلها في الابر تو ثيرد بس. طيب بدايته فين؟ بدايته هنا، بدايته كونتينيويشن للميدلا اوبلونجاتا، هي هو تكمله الميدلا اوبلونجاتا هو السبانال كورد. طيب تقدر اقول اوبلونجاتا سبانال كورد جاست بيلو ذا فورامين ماجنوم، تحت فتحه السكال اسمها الفورامين ماجنوم، ساعتها الميدلا بتغير اسمها يبقى اسمها سباينال كورد. يبقى بدايته هو كونتينيويشن للميدلا اوبلونجاتا جاست بيلو ذا فورامين ماجنوم ات ذا ليفل اوف سي 1، يعني عند اول فقرات الفيرتبرال كولم، يبقى دي بدايه السباينال كورد. ده البدايه. نهايه، نهايته اتفقنا ان هو ما بينهيش فقرات الفيرتبرال كولم، لا ده بينهي فوق شويه. عند اي فقره بالظبط؟ في الادلت بينتهي عند اللور بوردر اوف ذا فيرست لامبر فيرتبرا. انتوا عارفين الفقرات، في فقرات عنقيه بيقولوا عليها سيرفايكال فيرتبرا، في فقرات صدريه بيقولوا عليها ثوراسيك فيرتبرا، تحتها في فقرات قطنيه بيطلق عليها لامبر فيرتبرا. فهو بينتهي عند اللور بوردر اوف ذا فيرست لامبر فيرتبرا، تحت اول فقره قطنيه، دي نهايه السباينال كورد. تمام. ونهايه السباينال كورد اللي هي الحته النهائيه دي، اللي هي عامله زي، عارفين يا شباب القرطاس بتاع الايس كريم، عامله زي الكون بتاع الايس كريم. في نهايه الكون بتاع الايس كريم المنطقه دي او نهايه السباينال كورد بيبقى مدبب من تحت كده، والمنطقه المدببه دي بيطلق عليها كونس ميدلاريس، اللي هي دي، اللي هي المنطقه المدببه في نهايه السباينال كورد اسمها كونس ميدلاريس. يبقى اللور اند اوف ذا سباينال كورد از كولد كونس ميدلاريس، دي المعلومه الاولى. بينتهي فين بقى السباينال كورد؟ It ends at the level of the lower border of lumbar 1. lumbar 1 بينتهي عند اخر، عند اول فقره قطنيه. يبقى دي يا اولاد بالنسبه لبدايته، وبالنسبه لنهايته، وبالنسبه لمكانه في الجسد موجود فين. طيب نيجي نتكلم بعد كده على حاجه اسمها enlargements. يعني ده منظر تاني جايب لي هنا البرين وهنا السباينال كورد. لو انت لاحظت ان السباينال كورد ده عامل زي التيوب، تيوب لايك، اوكي؟ الا ان التيوب دي بتيجي في منطقتين في الجسم وتنتفخ قليلا، يحصل فيها انلارجمنت، اوكي؟ الانلارجمنت اللي فوق ده بقول عليه سيرفايكال انلارجمنت اللي هو ده، والانلارجمنت اللي تحت ده بقول عليه لامبو ساكرال او لامبر انلارجمنت. يبقى ليه سيرفايكال انلارجمنت واللامبر انلارجمنت؟ سيرفايكال انلارجمنت بيبقى مكانه فين؟ بيبقى موجود في اللور سيرفايكال ريجن، يعني في المنطقه السيرفايكال من تحت كده شويه، اوكي؟ طيب سبب الانتفاخ ده ايه؟ الانتفاخ بتاع السيرفايكال انلارجمنت ده هنا المكان ده بيخرج منه اعصاب كتيره جدا عشان تغذي الابر لامب. فبما انه ريتش في النرفز، يعني في اعصاب كتير هتخرج من هنا، بيبقى كميه الخلايا العصبيه الموجوده هنا كتيره، فبسبب زياده حجم الخلايا العصبيه اللي هنا بيحصل انلارجمنت. ده اللي اسمه سيرفايكال انلارجمنت، لان الخلايا العصبيه دي اللي بيخرج منها النرفز سبلاي ذا ابر لامب. نفس الفكره تحت، اللامبر انلارجمنت. سبب اللامبر انلارجمنت ايه؟ ان هنا بيحصل انتفاخ نتيجه ان في هنا الخلايا العصبيه اللي بتغذي عضلات اللور لمب، فبالتالي بيكون برضه فيه انلارجمنت اسمه لامبر انلارجمنت. يبقى في اثنين انلارجمنت، في واحد فوق اسمه سيرفايكال انلارجمنت، في واحد تحت اسمه لامبر انلارجمنت. طيب سيب قصه الانلارجمنت ونتكلم دلوقتي في فكره السيجمنتس اوف ذا سباينال كورد. فكره ايه؟ الفكره ان السباينال كورد يا اولاد بيبقى متكون من اجزاء، مقاطع.
كل مقطع بيطلق عليه سيجمنتس، يبقى هو بيتكون من سيجمنتس. طيب عدد السيجمنتس بتاع السبانال كورد ككل 31 سيجمنت، يعني العدد كله 31 سيجمنت. بتنقسم ازاي؟ في السيرفايكال ريجن بيبقى فيه 7 سيجمنت، سوري 8 سيجمنتس، تمام، بيبقى فيه 8 سيرفايكال سيجمنتس. في الثوراسيك ريجن بيبقى عددهم 12، في اللمبر ريجن بيبقى عددهم 5، في الساكر ريجن بيبقى عددهم برضو 5، وفي واحد نهائي بقول عليه كوكسي جيل. يبقى 8 سيرفايكال، 12 ثوراسيك، 5 لمبر، 5 ساكرال، 1 كوكسي جيل سيجمنت. دي السيجمنتس بتاعت السباينال كورد. اوكي، الفكره ان كل سيجمنت بيخرج منه بير اوف سباينال نيرف، يعني السيجمنت اللي اطلقنا عليه سي 1 بيخرج منه سيرفايكال نيرف على اليمين وسيرفايكال نيرف واحد على اليمين وسيرفايكال نيرف واحد على الشمال. رقم 2 بيخرج منه سيرفايكال نيرف رقم 2 وسيرفايكال نيرف رقم 2. يبقى كل سيجمنت بيخرج منه بير اوف سباينال نيرفز. يبقى بالتالي انا عندي 31 بير اوف سباينال نيرف، اللي انا عندي 31 سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد. اوكي، وفي ملحوظه اتمنى انكم تاخدوا بالكم منها، ان كل عصب بيخرج من تحت الفقره المتوافقه معاه. يعني ايه؟ يعني مثلا خلينا انا هاخد المثال من هنا، من عند مثلا ده كده، العصب ده ثوراسك واحد، صح؟ ثوراسك واحد ده بيخرج من تحت الفقره تي 1، تحت الفقره ثوراسك واحد، وثوراسك 2 بيخرج من تحت الفقره ثوراسك 2، وثوراسك 3 بيخرج من تحت الفقره ثوراسك 3. اوكي، هنا هيبقى عندي مشكله ان السباينال كورد اصلا بينتهي عند لمبر واحد، يعني المستوى الافقي ده مستوى ولاد لمبر واحد. يبقى مين العصب اللي بيخرج من نفس المستوى ده؟ العصب اللي هو لمبر واحد، بيخرج تقريبا من نفس مستوى نهايه السباينال كورد. اوكي، طب بعد كده اي عصب بعد كده عايز يخرج بيضطر ان هو ينزل مسافه شويه تحت السباينال كورد، صح؟ عشان يوصل لغايه الثقب بتاعه. افهمها لكم على الرسمه اللي فاتت. بصوا شباب، العصب بيخرج من تحت الفقره المتوافقه معاه، يعني العصب اللي خارج هنا ولاد دي الفقره اللي هي لمبر واحد. يبقى مين العصب اللي خارج ده؟ ده العصب لمبر واحد. امال العصب لمبر اتنين؟ بيمشي شويه تحت سباينال كورد عشان يخرج من تحت الفقره لمبر اتنين. لمبر تلاته بيمشي شويه وينزل كده، لمبر اربعه هكذا، لمبر خمسه هكذا. الساكرال نيرفس كلها بتمشي تحت السباينال كورد عشان تخرج من تحت، من عند الساكرال فيرتبري، او من عند العظمه اللي اسمها الساكرم يعني. اوكي، كذلك الكوكسيجيال نيرف بيخرج من تحت خالص من هنا. فبالتالي بقى في عندي مجموعه من الاعصاب موجوده تحت السباينال كورد بتملا الثلث المتبقي من الفيرتبرال كانال، صح؟ هي مين الاعصاب دي؟ الاعصاب من اول لمبر 2 و3 و4 و5 وساكرال 1 2 3 4 5 والكوكسيجيال نيرف، كلهم بيمشوا تحت السباينال كورد بالشكل ده، يكونوا لي ضفيره من الاعصاب. ضفيره من الاعصاب شبه ديل الحصان، يطلق عليها ايه؟ يطلق عليها كودا اكواينا. اهو بصوا يا شباب المنظر ده كده، ده نهايه السباينال كورد من تحت، صح؟ السباينال كورد بينتهي هنا، دي المنطقه اللي اسمها الكونس ميدالاريس، اللي هي المنطقه اللي شبه الكون بتاع الايس كريم، اللي هي نهايه السباينال كورد، تمام؟ المستوى الافقي هنا لمبر فيرتبرا واحد، يبقى مين العصب اللي بيخرج من هنا؟ ده العصب لمبر واحد. باقي الاعصاب بتنزل تحت السباينال كورد عشان كل عصب يخرج من تحت الفقره المتوافقه مع رقمه. يبقى لمبر 2 بيخرج من عند من تحت لمبر 2، لمبر 3 بيخرج من تحت لمبر 3، وهكذا وهكذا وهكذا. فتكون لي مجموعه من الاعصاب بتملى اللور ثيرد اوف ذا فيرتبرال كانال. الاعصاب دي اسمها كودا اكواينا، عباره عن بندل حزمه فورمد باي ذا لمبر اند ساكرال نيرفز ذات اوكيوباي ذا فيرتبرال كانال فروم لمبر 2 لغايه ساكرال 5 اللي هو لغايه النهايه يعني. اوكي يا شباب؟ ده معنى كلمه كودا اكواينا. الترجمه الحرفيه لكلمه كودا اكواينا، كلمه كودا اكواينا معناها ديل الحصان. هو ده الترجمه الحرفيه، هي فعلا شبه ديل الحصان، يعني شبه الديل بتاع الحصان، يعني تخيل ان ده جسم الحصان وده الديل بتاعه، فاسمها كودا اكواينا. اوكي، مهمه كلمه كودا اكواينا دي انك تكون فاهم دي شبه كودا اكواينا. كده احنا اتكلمنا على الفيتشرز بتاعت السبانال كورد شخصيا. يبقى طوله 45 سنتي، بيبتدي من تحت الفورامين ماجنم كونتينيوشن اوف ذا ميدالا، بينتهي عند منطقه اسمها كونس ميدالاريس عند اللور بوردر اوف لمبر 1. واتفقنا كمان انه بيشغل الابر تو ثيرد اوف ذا فيرتبرال كانال. فهنا يبقى السؤال، اللور ثيرد بتاع الفيرتبرال كانال مين اللي بيشغلها؟ ها ايه رايك يا اولاد؟ اللور ثيرد اوف ذا فيرتبرال كانال اللي بيشغلها حاجه اسمها ايه؟ حد انت يا جماعه حسوني ان انتوا ايوه كودا اكواينا بالظبط، يبقى اللور ثيرد دي كودا اكواينا. برافو. اوكي، شرحنا ان في اتنين انلارجمنت، سيرفايكال انلارجمنت اللي بيخرج منها اعصاب الابر لمب، ولمبر انلارجمنت بيخرج منها اعصاب اللور لمب، وشرحنا فكره الكودا اكواينا، وشرحنا السيجمنتس بتاعت السباينال كورد.
طيب دلوقتي انا هتكلم على المينينجيس اوف ذا سباينال كورد، واحنا خدنا فكره عن الموضوع ده لما شرحنا البرين في المحاضره اللي فاتت، لما قلنا ان البرين كان محاط بثلاثه مينينجيس، الخارجيه اسمها ديورا والوسطى اسمها اركنويد والداخليه كان اسمها بيا، وكانت الديورا في منطقه البرين بتنقسم لطبقه خارجيه طبقه اندوستيال لاير وطبقه داخليه مينينجال لاير. هنا الكلام ماشي ازاي في السباينال كورد؟ السباينال كورد برضو محاط بثلاثه مينينجيس نفس الفكره، الخارجيه هي الطبقه الخارجيه دي يا ولاد اسمها ديورا، والطبقه الوسطى اسمها اركينويد، والطبقه الداخليه اسمها بيا، والديورا هنا طبقه واحده مش طبقتين، اوكي؟ يعني هنا ما فيش فرق، وهي يعني الديورا دي بتكمل مع الانر لاير بتاع الديورا بتاع البرين، فاهمين ازاي؟ يعني يبقى الديورا دي بتكمل مع الانر لاير، الاوتر لاير بتاع الديورا بتاع البرين دي تعتبر اصلا جزء من عظم السكال، يعني تعتبر طبقه داخليه للعظم بتاع السكال، فاهمين ازاي؟ فهي مش موجوده هنا، اوكي؟ يبقى ديورا ماتر دي الاوتر لاير وبتنتهي عند مستوى سكر الاثنين، يعني خلي بالك اذا كان السباينال كورد بينتهي عند لمبر واحد فالديورا والاركنويد الطبقتين سواء الديورا والاركنويد دول بينزلوا تحت شويه كده عشان ينتهوا عند سكر الاثنين، يعني ما بينتهوش مع السباينال كورد في نفس المستوى، بيمتدوا تحت شويه كده. اوكي؟ يبقى الديورا is the outer layer and the end of the liver of lumbar 2، الاركنويد هي الميدل لاير and the end of the liver of lumbar 2 برضه، البيا هي الانر لاير. الانر لاير بقى دي بتخلص مع السباينال كورد في نفس المحتوى بس بينزل منها امتداد، يعني تخيل دي كده اللي هو الخط الاسود دي ده البي، اوكي؟ البي خلص مع السباينال كورد في نفس المستوى عند اللور بوردر اوف لمبر واحد، البي بينزل منها امتداد، الامتداد ده بيمشي كده داخل الاركنويد وداخل الديورا ويخترقهم هنا ويفضل نازل 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 لغايه ما يوصل تحت خالص عند السكرم، عارفين السكرم وتحت السكرم كمان الكوكسكس هي عظمة العسقس، بتوصل لغاية الكوكسس وتمسك في الكوكسس وتعمل ليجامنت، الليجامنت ده يا ولد اسمه فايلم تيرمينال، فايلم تيرمينال، يبقى الفايلم تيرمينال هو امتداد من البيا ماتر، بتمتد من تحت السباينال كورد وتنزل تحت 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 خالص لغاية ما توصل عند الساكرم. طيب ايه رأيكم؟ شاركوني كده آرائكم، الفايلم تيرمينال ده ممكن يبقى وظيفته ايه؟ ادوني رايكم، يعني ممكن يبقى البي ماتر ده، اتفقنا الفايلم تيرمينال ده بيمتد من تحت السباينال كورد لغايه ما يخرج ما يمسك في الكوكسس. فليكسيبيليتي ممكن يكون فليكسيبيليتي، ولا تقصد ممكن نقول فيكسيشن، انه بيثبت السباينال كورد من تحت، يعني بدل ما السباينال كورد يبقى عائم من تحت كده، لا انا هاجي بليجامنت من تحته كده اقوم مثبته في العظمه اللي تحت خالص في الكوكسكس، يبقى انا ثبت الجذر او الروت او النهايه السفليه بتاعت السباينال كورد ثبتها تحت في العظم بتاع في العظم بتاع الكوكسكس. اوكي؟ يبقى هو وظيفته فيكسيشن اوف ذا سباينال كورد، انه بيثبت السباينال كورد في مكان. اوكي؟ يبقى ده قصه السباينال مينجيس والليجامنت اللي اسمه فايلم تيرمينال. اوكي؟ في حاجه كمان بقى اسمها اللامبر سيستر، وهنا ايه انا عايز منكم شويه انتباه لثواني شباب، البيه خلصت هنا صح، انتهت هنا وطلع منها ليجمنت. طب الاركنويد اللي هي تعتبر الخط الاسود الثاني ده، الاركنويد دي نزلت 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 وخلصت هنا مظبوط، اللي هو عند مستوى سكرة الاثنين. طيب المسافه اللي بين البيه والاركنويد هنسميها ايه؟ طيب اسمها اركنويد. بالظبط كده، الله يفتح عليك. يبقى احنا كنا بنقول ان هنا بيا وهنا اركنويد، فالمسافه بينهم تبقى دي اسمها سب اركنويد سبيس صح؟ طب سؤال، السب اركنويد سبيس دي فيها حاجه ولا فاضيه ولا ايه؟ السي اف اس اللي هو فيها سي اس اي، فالله يفتح عليك صح، سيريبرو سبانال فلود. يبقى تاني اتفقنا ان البيا خلصت هنا عند لمبر بين لمبر واحد ولمبر اثنين، والاركنويد امتدت لغايه سكرة الاثنين، اوكي؟ فيبقى في جزء من السب اركنويد سبيس من اول لمبر اثنين لغايه سكرة الاثنين صح؟ المسافه دي يا اولاد يطلق عليها لقب لمبر سيسترن. طيب كنا شباب كنت بقى بنتكلم في فكره ان في جزء من السب اركنويد سبيس موجود من اول لمبر اثنين لغايه سكرة الاثنين، الجزء ده يا اولاد بتبقى منطقه واسعه شويه من السب اركنويد سبيس تحت السباينال كورد يطلق عليها لمبر سيسترن، يبقى هي اللور بارت اوف ذا سب اركنويد سبيس بتمتد من اول لمبر اثنين لغايه ايه سكرة الاثنين، جواها حاجه جواها سيربرو سباينال فلويد صح، وجواها كمان الاعصاب اللي اسمها الكودا اكواينا اللي موجوده تحت السباينال كورد، وجواها كمان الليجامنت اللي اسمه فايلم تيرمينال. يبقى انا ممكن اقول لك اللمبر سيسترن دي قول لي محتوياتها، محتوياتها الثلاث حاجات، السائل اللي اسمه سيريبرو سباينال فلويد،
والاعصاب المكونه حاجه اسمها كودا اكواينا، والفايلم ترمينال اللي هو الليجامنت اللي خارج من البيه من نهايه السبانال كورد ونازل لتحت. كان السؤال بقى موضوع اللمبر سيستم ده ممكن استغله في ايه؟ بستغله في حاجه اسمها لمبر بانكشر. فكره اللمبر بانكشر انها ممكن كلمه بانكشر معناها حقن، اني ممكن احقن ادخل بسيرنج زي دي كده اوكي، وبحقن داخل اللي هو اللمبر سيسترن ده، بوصل للسب اراكنويد سبيس. السؤال ممكن تقولوا لي هو انا ليه احتاج احقن داخل السبيس ده؟ توقعاتكم عشان ايه؟ تسمعوا عن الحقن دي قبل كده؟ تسمعوا ان في حد خد حقنه في ظهره؟ ايوه يا دكتور، هي اللي بيسموها النخاع الايه؟ اللي هي الخزع. الترس. لا لا لا، مش الباز. استخدمها البايوبسي او مرات في كانسر بعض المكان نستخدمها. انت بتتكلم، لا لا لا، دي قصه ثانيه. دي اللي انت بتتكلم عليها دي اني بحقن النخاع العظمي عشان اخد عينه منه. لا لا، انا هنا ما بوصلش، انا ماليش دعوه خالص بالنخاع العظم. انا بدخل هنا عند السب اراكنود سبيس عشان ايه يا شباب؟ عشان ممكن احقن هنا مخدر موضعي، صح؟ فاعمل بلوك للاعصاب السفلى من الجسم. هي دي يا اولاد اللي احنا بنطلق عليها التخدير النصفي. يبقى التخدير النصفي ان انا ممكن بحقن اناستيتكس بحقنه في السب اراكنود سبيس اوكي، فبقفل كل الاعصاب اللي هي الموجوده في الكودا ايكوال. تخيل المنظر ازاي؟ ودي بتصلح طبعا للعمليات اللي بتتم في النصف الاسفل من الجسد، يعني مثلا زي عمليات الولاده اوكي، زي عمليات العظم اللور ليمب، يعني لو واحد بيعمل عمليه في ركبته اوكي، كل ده ممكن استخدم فيه فكره اللي هو اللمبر بانكشر بالشكل ده. يبقى اللمبر بانكشر الاستخدام الاساسي للانستيزيا ان انا اخدر النصف الاسفل من الجسد. طيب كده احنا شرحنا فكره المينجيس وشرحنا فكره اللمبر سيستر. دلوقتي هنتكلم بقى على ايه؟ على الفيشر اند سالكاي اوف ذا سباينال كورد. السالكاي والفيشرز اللي موجوده في السباينال كورد، اتفقنا السباينال كورد بيبقى فيه مجموعه من الفيشرز والسالكاي. اول فيشر، الفيشر اللي موجود في منتصف السباينال كورد من الامام اسمه انتيريور ميديم فيشر، اللي هو الفيشر الامامي ده. الفيشر الموجود من الامام ده اسمه انتيريور ميديم فيشر، اتفقنا الفيشر ده بيبقى عميق شويه، يعني تجويف ممكن تحط ايدك فيه عميق. بيبقى فيه من ورا تجويف بس مش عميق، بيبقى اسمه بوستيريور ميديم سالكس، عشان كده بقول عليه سالكس مش فيشر. اوكي؟ يبقى ده في واحد قدام وفي واحد ورا. في اتنين على الاطراف في كل جانب، يعني في هنا حاجه اسمها انترو لاترال سالكس. انترو لاترال لانه موجود لاترال بس ناحيه قدام. الانترو لاترال سالكس ده مكان الاتاتشمنت اوف ذا فنترال روت اوف ذا سباينال نيرف. يبقى بلاقي في هنا كده مرتبط هنا جذر من جذور السباينال نيرف، ده اسمه فنترال روت. فنترال روت. اوكي؟ في واحد زيه بس ورا هنا كده. بقول عليه ايه؟ بقول عليه بوسترو لاترال سالكس. البوسترو لاترال سالكس ده يا ولاد بيبقى مكان الاتاتشمنت بتاع الجذر الثاني بتاع السباينال نيرف، الجذر ده بقول عليه دورسال روت. طبعا كلمه فنترال ودورسال هي انتيرير وبوستيرير، اظن انتم عارفين كده. فنترال هي انتيرير ودورسال هي ايه؟ بوستيرير. يبقى عندي في كل جانب بيبقى فيه اثنين لاترال سالكس، واحد اسمه انتيرير لاترال سالكس والثاني اسمه بوستيرير لاترال سالكس. الانتيرير لاترال سالكس بيرتبط بيه كده حاجه اسمها فنترال روت اوف ذا سباينال نيرف، والبوستيرير لاترال ده بيرتبط بيه حاجه اسمها دورسال روت اوف ذا سباينال نيرف. الفنترال روت اوف ذا سباينال نيرف والدورسال روت اوف ذا سباينال نيرف الاثنين بيتحدوا مع بعض عشان يكونوا لي السباينال نيرف. يبقى السباينال نيرف بيكون بتو روتس، واحد اسمه فنترال روت والثاني اسمه ايه؟ دورسال روت. تمام؟ معلومه كده على الهامش ان الدورسال روت ده يا ولاد بيبقى مرتبط بخلايا عصبيه هنا، الخلايا العصبيه اللي جنب السباينال كورد المرتبطه بالدورسال روت بيبقى اسمها دورسال روت جانجليون، دي ار جي. اظن انتوا سمعتوا الاختصار ده قبل كده، دي ار جي يعني دورسال روت جانجليون. اسالكم سؤال بسيط، ليه دي اسمها دورسال روت جانجليون؟ ليه اسمها جانجليون؟ عشان بره، عشان فيه عصب. ايوه، فيها سيل بودي. ومكانها فين؟ بره السي ان اس. بالظبط، هي خارج السنترال نيرف سيستم. طب دي ينفع اسميها جانجليون؟ لا. ليه؟ لا عشان جوه السي ان اس. بالظبط، لانها موجوده جوه السي ان اس جوه السباينال كورد، يبقى اظن الفرق واضح، فبالتالي دي اسمها دورسال روت جانجليون. اوكي؟ يبقى احنا كده يا اولاد قلنا ايه شكل السباينال كورد من بره. ده منظر السباينال كورد من بره، اسمه يا شباب اللي انا بشاور عليه ده؟ Anterior Median Fissure، صح؟ اسمه ايه ده؟
posterior median sulcus. هنا كده ده اسمه anterior lateral sulcus وده اسمه posterior lateral sulcus. عند anterior lateral sulcus بيخرج الventral root of the spinal nerve، عند posterior lateral dorsal root of the spinal nerve، والاثنين بيتحدوا مع بعض عشان يكونون spinal nerve. الخلية دي يا ولاد دي الدورسال root ganglion، الدي ار جي بتبقى مرتبطة بالدورسال root. اوكي طب جميل. هنقول دلوقتي ايه الارتيريا سبلاي اوف ذا سباينال كورد، يعني ازاي هغذي السباينال كورد ده بارتريز. وهقول لك ان السباينال كورد ليه ثلاث انواع من الارتريز. اول حاجه في حاجه اسمها انتيرير سباينال ارتري. انتيرير سباينال ارتري بيبقى ارتري ماشي في الميد لاين اوف ذا سباينال كورد عند الانتيرير ميديان فيشر. يبقى الانتيرير ميديان فيشر ده يا ولاد بيحتوي فيه ارتري بينزل بطول الانتيرير ميديان فيشر. ارتري ده يا ولاد اسمه ايه؟ اسمه انتيرير سباينال ارتري. الانتيرير سباينال ارتري برانش من مين؟ من الفيرتبرال. فاكرين الفيرتبرال يا ولاد؟ فاكرين لما شرحنا الفيرتبرال والبازيلر وقلت لك ان الفيرتبرال ده بيسبلاي البرين ستيم والسيريبيلم والسباينال كورد؟ ايوه. فالانتيرير سباينال ارتري بيخرج من الفيرتبرال ارتري اصلا وبينزل لتحت. اوكي ديسنس ان ذا انتيرير ميديان فيشر اوف ذا سباينال كورد. طب بيغذي نسبه قد ايه من السباينال كورد؟ بيغذي الانتيرير 2/3، يعني بياخد كده الثلثين الاماميين من السباينال كورد وبيغذيهم. سبلاي ذا انتيرير 2/3 اوف ذا سباينال كورد. ده الشريان رقم 1 اسمه انتيرير سباينال. رقم 2 في حاجه اسمها بوستيرير سباينال ارتريز. يعني في هنا انتيرير سباينال ارتري واحد في المنتصف صح، انما في الخلف 2 بوستيرير سباينال ارتري. يبقى في واحد انتيرير و2 بوستيرير. البوستيرير سباينال ارتريز برضه بيخرجوا من الفيرتبرال ارتري، يبقى سواء ده او دول خارجين من الفيرتبرال ارتري. مكانهم فين؟ بيمشوا عند البوستيرير لاترال فيشر. يبقى ماشيين هنا كده، هنا جنب البوستيرير لاترال فيشر هنا في واحد وهنا في واحد تاني. اوكي دي اسمهم بوستيرير سباينال ارتري. بيسبلاي قد ايه من السباينال كورد؟ بيسبلاي البوستيرير 1/3. يبقى الثلثين الاماميين بتوع السباينال كورد بيغذوا من الانتيرير سباينال ارتري، الثلث الخلفي من البوستيرير سباينال ارتري. تمام. بعد كده في حاجه اسمها الراديكولار ارتريس او بيقولوا عليها سيجمنتال ارتريس. فكرتها ايه؟ فكرتها ان كل سيجمنتس من السباينال كورد بتستقبل شريان جانبي عشان يقوي البلاد سبلاي اكتر. يبقى كل سيجمنت يعني السيجمنت سي 1 بتاخد شريان، 2 ليها شريان، 3 ليها شريان وهكذا. دول اسمهم ايه الشريان دول؟ اسمهم راديكولار ارتريس، وساعات بقول عليها سيجمنتال. بيخش الفيرتبرال كانال ثرو ذا انتر فيرتبرال فورامينا، يعني انتر فيرتبرال فورامينا اللي هو الثقب اللي بين كل فقرتين، بين كل فقره والتانيه بيبقى في ثقب كده اسمه انتر فيرتبرال فورامينا. فبتدخل من عند الانتر فيرتبرال فورامينا وبتتقسم لانتيرير برانش وبوستيرير برانش، وفي الاخر بتتوصل ببرانشات الانتيرير سباينال وبوستيرير سباينال عشان تقوي الارتيريا سبلاي اوف ذا سباينال كورد عند كل سيجمنت. اوكي دول يا اولاد مصادر الارتيريا سبلاي اوف ذا سباينال كورد. طيب نيجي بقى على فكره الكروس سكشن اوف ذا سباينال كورد. يعني انت لو خدت مقطع كده في السباينال كورد بالشكل ده، اوكي هتلاقي شكل السباينال كورد عامل ازاي. هتلاقي فيه نوعين من الماده موجودين، وايت ماتر وجراي ماتر صح. مين الداخليه؟ هنا الجراي ماتر هي الداخليه. ومين الخارجيه؟ هنا الوايت ماتر هي الخارجيه، عكس السيريبرال هيمسفير. في السيريبرال هيمسفير كان الجراي ماتر في الخارج والوايت ماتر في الداخل، هنا السباينال كورد بالعكس، الجراي ماتر في الداخل والوايت ماتر في الخارج. تمام. اسالكوا سؤال، الجراي ماتر لونها جراي ليه؟ عشان فيها ايه؟ فيسل بوديز. فيسل بوديز والدندرايتس بتوعها صح. انما الوايت ماتر لونها وايت ليه؟ اورنجيز. عشان بالظبط، عشان فيها مايلينيتد اكسونز، فيها الاكسونز المحاطه بالمايلين. اوكي تمام، حلو ان احنا فاهمين الفكره دي. طيب نبتدي نتكلم على كل جزء منهم. يعني مثلا لما نيجي نتكلم على الجراي ماتر، هقول لك ايه على الجراي ماتر؟ هقول لك ان الجراي ماتر في الكروس سكشن لما تاخد مقطع عرضي زي اللي انا باخده ده بتبقى اتش شيبد صح، ويبقى في منتصفها كده في قناه. القناه دي اسمها سنترال كانال. سمعتوا اسمها ولا سمعتوش السنترال كانال دي؟ قلنا عنها ايه السنترال كانال دي قبل كده؟ هي بتمتد ايه؟ من السباينال كورد، تعدي منها السباينال كورد كان اها امتداد لايه؟ مش دي كانت امتداد الفورث فينتركل بتاع المضله؟ الفورث فينتركل بتاع المضله بتكمل لتحت تكون سنترال كانال، يبقى دي تكملتها، يبقى دي تكمله الفينتركلز بتوع البرين. اوكي؟ يبقى تاني الجراي ماتر اتش شيب، بيبقى في منتصفها قناه اسمها سنترال كانال، السنترال كانال دي داخلها السيريبرو سباينال فلويد برضه. تمام. وبعدين بنلاحظ ان الجراي ماتر بنقسم لثلاث بروزات. في بروز امامي هنا اللي هو ده، البروز الامامي ده بقول عليه ايه؟ بقول عليه فينترال او انتيريور هورن. فينترال او انتيريور هورن
اوكي، وبروز خلفي بقول عليه دورسال او بوستيرير هورن، وبروز جانبي كده بقول عليه لاترال هورن. يبقى في حاجه اسمها فنترال هورن ودورسال هورن ولاترال هورن. اوكي تمام. الفنترال هورن ده بيحتوي خلايا صح، كل دي فيها سيل بودز. السيل بودز اللي هنا كلها موتور سيلز، خلايا ايه موتور، فبالتالي بيخرج منها الفنترال روت. اللي اتفقنا ان الفنترال روت ده هيبقى بالشكل ده، هيبقى موتور روت، هيبقى بيحمل موتور فايبرز اللي هو خلايا ايه، خلايا حركيه. تمام. الدورسال روت او الدورسال هورن عفوا، الدورسال هورن ده بيحتوي خلايا بس سنسوري سيلز. دكتور بس ممكن تعيد لانه الصوت بيقطع شويه. تمام. احنا يا اولاد كنا بنقول ان الجراي ماتر اتش شيب، وفي في منتصفها سنترال كانيل، وبتتكون من ثلاث بروزات. بروز امامي اسمه انتيرير هورن او فنترال هورن، بروز خلفي اسمه دورسال هورن او بوستيرير هورن، وبروز جانبي كده اسمه لاترال هورن. طيب الانتيرير هورن او الفنترال هورن ده في خلايا، الخلايا دي نوعها ايه؟ موتور سيلز. البوستيرير هورن ده في خلايا، نوعها سنسوري سيلز. يبقى في هنا موتور سيلز وفي هنا ايه؟ سنسوري سيلز. طيب الفنترال هورن ده بيخرج منه الفنترال روت اوف ذا سباينال نيرف، يبقى الفنترال روت ده نوعه سنسوري ولا موتور؟ موتور. موتور، برافو. بينما الدورسال روت ده فيه سنسوري سيلز، يبقى بيستقبل صح؟ بيستقبل مين؟ بيستقبل الخلايا، الخلايا بتاعه الدورسال روت جانجليون صح؟ يبقى ده بيستقبل الدورسال روت، فبالتالي في خلايا نوعها ايه؟ سنسوري. فالدورسال روت ده الدورسال روت جانجليون دي عباره عن خليه سنسوري بتودي السنسوري انفورميشن للسباينال كورد. تمام يا شباب؟ يبقى نقرا كده الكلام ده هنا. كروس سكشن اوف ذا سباينال كورد، سباينال كورد لايك ذا برين في جراي ماتر وايت ماتر. جراي ماتر بيبقى دال كلر، لونها دال، لونها غامق. ليه؟ اللي بيخز كونتين ليتل مايلين كونسيست اوف او كونتين سيل بوديز اند دندرايتس. الوايت ماتر فيها مايلينيتد اكسونز ويتش جيف ات برايت وايت ابييرنس، ده اللي بيخلي لونها ابيض. الجراي ماتر يا اولاد هاز ا سنترال كور اوف جراي ماتر. تمام. بيبقى شكلها اتش شيبد ان كروس سكشن consists of two dorsal horns that contain sensory cells and receive the dorsal root of the spinal nerve. بينما الventral horn that contain motor cells and give rise to the ventral root of the spinal nerve. كويس قوي. يتبقى حاجة واحدة وهو ده. مين ده يا ولاد؟ lateral horn. أولا اللاترال هورن ده مش موجود في كل السيجمنتس بتاع السبينال كورد. إنما موجود في أنهي سيجمنتس؟ موجود من أول thoracic segment لغايه السكند لمبر سيجمنت، يعني موجود في تي 1 2 3 لغايه 12، موجود كمان في لمبر 1 ولمبر 2 ويقف هنا. يبقى موجود في كل الثوراسيك سيجمنتس والابر 2 لمبر سيجمنتس. اوكي؟ الخلايا اللي موجوده فيها بقى موتور ولا سنسوري؟ لا دي خلايا مستقله بذاتها عباره عن سمباثيك نيرفز، خلايا خاصه بالجهاز العصبي السمباثيك. اوكي يا اولاد؟ يبقى في سمباثيك نيرفز. يبقى لو جينا هنا قرينا كده هتلاقي ان في تو لاترال هورن consists of neurons of the sympathetic nervous system present only in the thoracic and the upper lumbar region. يعني مش موجود في كل spinal cord انما موجود في الثوراسيك والابر لمبر region. دي منشا السمباثيك نيرفس سيستم. يبقى ده بالنسبه للجراي ماتر. طب تعالى هنا، ده اسمه ايه يا شباب؟ وايت ماتر. الوايت ماتر متكون من ايه؟ من اكسونز. تمام. بيبقى الوايت ماتر دي مقسومه برضه لثلاث اجزاء، جزء امامي وجزء خلفي وجزء جانبي، برضه نفس القصه بس بسميهم ايه يا اولاد؟ بقول عليهم فيونيكيولاي او كولمن. يبقى دي بقول عليه فيونيكيولاس او ممكن اقول عليه ايه؟ كولمن، عمود، ثلاث اعمده يعني. واحد امامي بقول عليه انتيرير كولمن او فيونيكيولاس، واحد ورا بقول عليه بوستيرير كولمن او فيونيكيولاس، واللي في الجنب ده بقول عليه لاترال كولمن او لاترال فيونيكيولاس. يبقى دول الثلاث اعمده بتاع الوايت ماتر. تمام كده يا شباب؟ طيب سؤال، الوايت ماتر دي متكونه من اكسونز؟ الاكسونز اللي موجوده هنا، الاكسونز دي يا اما تبقى طالعه لفوق تعمل حاجه تبقى ascending او نازله لتحت. اسمع التعريف ده عشان تفهم اللي انا هقوله. كل مجموعه اكسونز جنب بعضها ليها نفس البدايه وليها نفس النهايه وليها نفس الفانكشن، اوكي، يطلق عليها تراكت. تاني، هنا في اكسونز، كل مجموعه من الاكسونز ليهم نفس البدايه ونفس النهايه ونفس الفانكشن بسميهم تراكت. يبقى بالتالي الفيونيكيولاي دول متكونه من مجموعه من التراكتس صح؟ وكل تراكت يا اما يبقى ascending tract يعني طالع من تحت، يبقى sensory tract جايب sensation من تحت من الجسم ورايح يوديه للبرين، اوكي، يا اما يبقى descending tract يعني motor tract
واخد موتور انفورميشن او امر موتور ونازل تحت عشان يوصله للجسم، يا اما يبقى اسندنج تراكت يا اما يبقى ايه ديسندنج تراكت. يبقى هنا نقرا الوايت ماتر. الوايت ماتر اوف ذا سباينال كورد بتسراوند ذا جراي ماتر، ده في الاول، كونسيست اوف باندل اوف اكسونز. The bundles are arranged in three pairs of columns أو funiculi, dorsal أو posterior, lateral and أو التالت بيبقى ventral أو anterior. Each column consists of subdivisions of tracts. The tract may be ascending tract يبقى sensory, descending tract يبقى motor. آخر حاجة بقى إن إحنا نتكلم كلمتين على التراكتات دول، نفهم descending tract والascending tract سريعا جدا جدا جدا. فهنبتدي كلامنا على descending tracts اللي هي الموتور tracts. الموتور تراكت، اي ديسندنج تراكت بيبقى موتور، اوكي؟ بيبقى منشأه فين اصلا؟ بيبقى منشأه هنا فوق عند السيريبرال هيمسفير، صح؟ وبيمر من فوق لتحت مرورا بالبرين ستيم وبيوصل لغايه السباينال كورد، صح؟ ومن السباينال كورد بيطلع امر العضله. فبالتالي خلينا نفهم حاجه، ان الموتور سيستم عشان اطلع امر موتور من اول البرين واوصل لغايه عضله معينه بمر بتو سكسيسيف نيرفز، بعصبين متتاليين. العصب الاول يطلق عليه ابر موتور نيرون والعصب الثاني يطلق عليه لور موتور نيرون. يعني بيبقى عندي حاجه اسمها ابر موتور نيرون هنا، ده اللي بيبقى موجود فوق خالص في السيريبرال هيمسفير، بيبقى في عندي تحت لور موتور نيرون موجود هنا. عشان اوصل من هنا من عند السيريبرال كورتكس لغايه مغذي عضله معينه مش هوصل بشكل مباشر، مفيش عصب واحد هيطلع من عند السيريبرال كورتكس يوصل لغايه العضله. امال هيطلع في صوره كام عصب؟ عصبين. العصب الاول اللي في السيريبرال كورتكس بسميه ابر موتور نيورون، والعصب الثاني اللي بيبقى موجود في السبانال كورد مثلا يطلق عليه لور موتور نيورون. اوكي؟ ماشي. فبالتالي الديسندنج موتور باثوي تيبيكالي انفولف تو نيورونز، يطلق على الاول ابر موتور نيورون ويطلق على الثاني لور موتور نيورون. ماشي؟ الابر موتور نيرون بيبقى مكانه فين؟ دائما وابدا موجود في السيريبرال كورتكس، موجود في البرايمري موتور اريا. فاكرين اولاد البرايمري موتور اريا؟ اريا 4 معظمهم بيخرجوا من عند اريا 4، فبيبقى منشأه غالبا غالبا في اريا 4 في السيريبرال كورتكس. اوكي، يبقى ذا ابر موتور نيرونز بيجنز ان ذا سيريبرال كورتكس، تمام. وبعدين بينتهي فين الابر موتور نيرون ده؟ الابر موتور نيرون ده بينزل من فوق لغايه تحت. لغايه فين؟ لغايه السباينال كورد لو انت عايز تغذي اي عضله من عضلات الجسم، او في البرين ستيم لو انت هتغذي اي عضله من عضلات الهيد. انت عضلات الهيد هي كمان ليها اعصاب، صح؟ الاعصاب اللي بتغذي الهيد دي ما بتخرجش من السباينال كورد، انما بتخرج من البرين ستيم. ففي جزء من الابر موتور نيرونز ده بيخلص في البرين ستيم عشان يغذي عضلات الهيد. يبقى اللور موتور نير، يبقى الابر موتور نيرونز مكانها فين؟ في السيريبرال كورتكس. اند ذا اكسونز ذات ترمينيت اون ذا لور موتور نيرون، اللور موتور نيرون دي مكانها فين؟ في البرين ستيم لو انت بتغذي عضلات الهيد، او في السباينال كورد لو انت هتغذي عضلات سائر الجسم. اوكي، بعد كده بيخرج الاكسنز اوف ذا لور موتور نيورونز عشان تروح تغذي العضلات. اوكي، يبقى انت اي عصب خدته قبل كده في موجود في الجسم هو عباره عن لور موتور نيرون. الابر موتور نيرون ده بيبقى موجود داخل الجهاز العصبي بس، ماشي، داخل الجهاز العصبي المركزي. اوكي، حلو الكلام. السؤال او الفكره بقى ان الابر موتور نيرون وهو نازل لتحت لغايه ما يوصل عند اللور موتور نيرون بيكون تراكت، ديسندنج تراكت، صح؟ الديسندنج تراكت ده ولاد بيطلق عليه ايه؟ يا اما من السيريبرال كورتكس للسباينال كورد يبقى اسمه كورتيكو سباينال تراكت، يبقى ديسنس تو ذا انتيريور هورن سيلز اللي موجوده في السباينال كورد. فساعتها بقول عليه ايه؟ بقول عليه كورتيكو سباينال. هو بسمي التراكت يا ولاد زي اسم مثلا رحله طياره، بيقول لك انا مسافر مثلا رحلتك ايه؟ انا مسافر مثلا او واخد قطر مثلا القاهره اسكندريه. اوكي، بسمي التراكت او بسمي المسار من اسم محطه البدايه لغايه محطه النهايه. فهنا المحطه البدايه عندي سيريبرال كورتكس، محطه النهايه سباينال كورد، يبقى كورتيكو سباينال تراكت. اوكي، بينما التراكت اللي هيوصل لغايه البرين ستيم بقول عليه كورتيكو بالبر تراكت. هو البرين ستيم بيقولوا عليه شبه البلب، عارفين اللايت بلب اللي هو المصباح القديم في اللمبه الصفراء دي يا ولاد؟ بيقولوا عليها لايت بلب. فاي حاجه ريتد للبرين ستيم بيقولوا عليها بالبر. فبما انه هيخلص البرين ستيم هقول عليه ايه؟ كورتيكو بالبر تراكت. ده ديسنس تو ذا كرينيال موتور نيوكليي اللي موجوده في البرين ستيم عشان يغذي الهيد ماسلز. تاني، يبقى انا عندي اولاد تراكتس اسمها ديسندنج تراكتس. الديسندنج تراكت دي موتور ولا سنسوري؟ موتور. الموتور سيستم بشكل عام بيتكون من عصبين، عصب اول بقول عليه ابر موتور نيرون، وعصب ثاني بقول عليه لور موتور نيرون. الابر موتور نيرون دائما وابدا موجود في السيريبرال كورتكس.
اللور موتور نيورون موجود في مكان من اثنين، يا اما في السباينال كورد لو انا اغذي عضلات الجسم العاديه، يا اما موجود في البرينستم لو انا بغذي عضلات منطقه الهيد. اوكي، فبالتالي التراكت اللي هينزل من فوق من هنا لغايه تحت ماشي هسميه ايه؟ هسميه باسم محطه البدايه ومحطه النهايه. من الكورتكس للسباينال كورد يبقى كورتيكو سباينال تراكت، من الكورتكس للبرينستم يبقى كورتيكو بالبر تراكت. الاثنين دول على بعض يا اولاد، الكورتيكو سباينال تراكت والكورتيكو بالبر تراكت مع بعض كده يطلق عليهم بشكل مجمع بيراميدال تراكتس. بقول عليه بيراميدال تراكتس ليه بيراميدال؟ لانه بيخرج من خلايا فوق هنا بتبقى شبه البيراميد، شبه الخلايا هرميه الشكل كده اسمها بيراميدال سيلز، فهسمي التراكت ده بيراميدال تراكت على اسم الخلايا اللي بتخرج. اوكي، يبقى ده قصه الديسندنج تراكت او فكرتها بشكل عام. طيب الحته دي انا عارف انها صعبه شويه، حد عايز يوقفني ويسال في حاجه؟ شباب انتوا فاهمينها؟ تمام يا دكتور. طيب انا سعيد والله اني كنت فاهمها من اول مره، ده شيء يسعدني جدا. خلاص نسينا بقى فكره الديسندنج موتور سنس باثوي، ونتكلم على فكره بقى الاسندنج سنسور باث. ناخد بقى الباثويز اللي ماشيه في الاتجاه العكسي. يعني سنسوري باثوي يعني باثوي تراكت ماشي من تحت، يعني بيجي من عند المستقبلات الحسيه الموجوده في الجسم، وهمر من تحت من عند السباينال كورد واطلع لفوق لغايه ما بوصل لغايه الجنرال سنسوري اريا. يبقى انا بدايتي من عند الريسبتورز اللي موجودين في المناطق المختلفه في الجسم، نهايتي عند الجنرال سنسوري اريا اللي هي موجوده عند البوست سنترال جايروس لو انتم فاكرين. اوكي، عشان اوصل من الريسبتورز لغايه الجنرال سنسوري اريا همر بقى بكام نيورون؟ همر بثلاثه نيورون. هنا بعدي من اول الريسبتورز لغايه ما اوصل لغايه السنسوري اريا ثلاث اعصاب، بسمي الاولاني فيرست اوردر نيورون، وبسمي الثاني سكند اوردر نيورون، وبسمي الثالث ثيرد اوردر نيورون. اوكي، يبقى تاني انا هاجي من عند الريسبتور مثلا موجود في منطقه ايدك، انت تخيل كده حد مثلا ايه ضربك على ايدك، عشان احساس الضربه ده يوصل لغايه السنسوري اريا همر بكام عصب؟ بثلاث عصب متتابعين. الاولاني هسميه فيرست اوردر نيورون، الثاني هقول عليه سكند اوردر نيورون، الثالث هقول عليه ثيرد اوردر نيورون. ماشي، طيب في بعض القواعد كده. الفيرست اوردر نيورون دائما وابدا هو الدورسال روت جانجليون. عارفين يا اولاد الدورسال روت بتاع السباينال نيرف هو ده الفيرست اوردر نيورون. يعني انت الاحساس بينتقل من جلدك لغايه ما يوصل عند السباينال كورد عن طريق الدورسال روت جانجليون اللي هو الخلايا اللي كانت موجوده جنب السباينال كورد. اوكي، دي اللي بتستقبل الاحساس دايما. اوكي، وتوصل له السباينال كورد. طيب هتوصل الاحساس ده للسكند اوردر نيورون. فين السكند اوردر نيورون؟ احيانا بيكون موجود، فاقول لك احيانا بتكون السكند اوردر نيورون ده موجوده في السباينال كورد نفسه، واحيانا السكند اوردر نيورون ما بتبقاش موجوده غير داخل البرين ستيم، فلازم الفيرست اوردر نيورون يطلع يوصل لغايه البرين ستيم. اوكي، يبقى الفيرست اوردر نيورون هو عباره عن الدورسال روت جانجليون بينتهي عند السكند اوردر نيورون اللي موجود يا اما في السباينال كورد نفسه يا اما موجود في البرين ستيم، وبعد كده السكند اوردر نيورون ده سواء بقى طالع من عند السباينال كورد او طالع من عند البرين ستيم ملوش غير نهايه واحده بس، وهي عند الثالاموس. الثالاموس ده جزء من اجزاء الداينسيفالون، وده يعتبر السنسوري سكريتري اوف ذا برين. يعني اي احساس قبل ما يوصل البرين لازم يعدي على السكرتاريا بتاعه اللي هو الثالاموس، بيعدي على الثالاموس وبيخرج من الثالاموس الثيرد اوردر نيورون لغايه الجنرال سنسوري. اوكي، ده يا اولاد ده الهيكل العام للاسندنج سنسوري باثوي. بس الاسندنج سنسوري باثوي ليه ثلاثه نيورونز او ثلاث اعصاب متتاليه، فيرست اوردر نيورون، سكند اوردر نيورون، ثيرد اوردر نيورون. طيب تعالوا نفهم، هناخد اكزامبلز ونفهم الكلام ده اكتر دلوقتي. ايه اسماء التراكتات المشهوره؟ يعني مثلا في تراكت مشهور جدا مش عارف سمعتوه في الفسيولوجي ولا لا، حاجه اسمها جراسيل تراكت اند كونييت تراكت، سمعتوه ولا لا؟ هتسمع عنه؟ لا يا دكتور. لا يا دكتور. طيب فكرتهم ايه يا اولاد؟ ده جراسيل تراكت وكونييت تراكت، دي تراكتس موجوده داخل السباينال كورد. اوكي، بتحمل ثلاث انواع من الاحاسيس. يعني التراكتين اللي انا بقولهم دول ليهم مسؤولين عن استقبال ثلاث انواع من الاحاسيس. مين الثلاث انواع من الاحاسيس دول؟ اول احساس حاجه اسمها كونشس بروبريوسبشن. طيب كلمه بروبريوسبشن هو السنس اوف بوزيشن اند سنس اوف موفمنت. سنس اوف بوزيشن اللي هو احساسك باوضاع اماكن جسمك المختلفه من غير ما تشوفها، يعني انت مغمض مش شايف حاجه الا ان عندك احساس من الني جوينت بالظبط، اذا كان الني جوينت ده اكستندد ولا فليكسد صح، وعندك احساس باصابع اقدامك اذا كانت متنيه ولا مفرود، عندك احساس بكل مفصل من الجسد وكل عضله من الجسم بتبعت احساس بوضعها الحالي. اوكي، ده بيقولوا عليه سنس اوف بوزيشن.
في برضو sense of movement، يعني وانت بتتحرك العضلة وهي بتتحرك في احساس بيوصل للمخ بيقول لك الحركة دي مقدارها قد ايه وقوتها قد ايه ورايحة بيها فين كده يعني صح. السنس اوف بوزيشن والسنس اوف موفمنت الاثنين بشكل مجمع يطلق عليهم بروبريوسبشن. يعني من هو البروبريوسبشن؟ هو السنس اوف بوزيشن والسنس اوف موفمنت، ودي احاسيس بتخرج من عند الجوينتس ومن عند المسلز ومن عند التندونز عشان تعرف جسمك باوضاعها. اوكي البروبريوسبشن ده لو لما لو لو وصل لغايه البوست سنتر جايرس عند الجنرال سنسر اريا ده بقول عليه كونشس بروبريوسبشن. كونشس معناها واعي اللي انت بتوعى عليه، لان في بروبريوسبشن في احاسيس من المناطق دي بتوصل لغايه مناطق اسم انت مناطق في المخ انت ما بتحسش بيها زي السيريبيلم مثلا. اوكي بيطلع له بروبريوسبشن ده بيقول عليه انكونشس. يبقى مبدئيا الجراسيل والتراكت دول الجراسيل والكونيه تراكت دول بيحملوا انهي نوع من السنسيشن؟ اول حاجه الكونشس بروبريوسبشن ادي واحد. اوكي الاحساس الثاني اللي بيمشي فيهم الفاين تاتش. يعني ايه فاين تاتش؟ كلمه تاتش اللي هو اللمس. كلمة فاين تاتش يعني اللمس الدقيق، يعني ان انت تمسك حاجة بأطراف أصابعك وتجي وتعرف تفاصيلها إذا كانت ناعمة ولا إذا كانت خشنة ولا إذا كانت طرية إذا كانت ناشفة، اللي هو انك تقدر تستخدم حاسة اللمس فإنك تعرف تفاصيل الأوبجكت اللي انت مسكها. ده بقول عليه فاين تاتش. اوكي غير مثلا احساسك بملابسك، احساسك بملابسك بتحس ان عليك ملابس ما بتكونش مركز في تفاصيلها، ده نوع تاني بقول عليه سيمبل تاتش. انما اللي انا بتكلم عنه ده فاين تاتش اللي هو الاحساس اللي بتعرف تجيب بيه تفاصيل الحاجه اللي انت ماسكها، ده اسمه فاين تاتش. اوكي الاحساس الثالث اللي بيمشي على نفس التو تراكس هو السنس اوف فايبريشن. يعني لو حسيت بان في حاجه بتتهز زي مثلا موبايلك شغال فايبريشن وحطه في جيبك فانت بتحس بالفايبريشن ده. اوكي ده اسمه سنس اوف فايبريشن. يبقى ممكن نقول عليهم الثلاث احاسيس دول التاتش والفايبريشن والبروبيوسبشن. يعني ممكن نقول عليه بي تي في، يعني عشان تحفظها كويس يعني تبقى بي تي في بروبيوسبشن وتاتش وفايبريشن. الثلاث احاسيس دول بيحملوا على الجراسيل وكونييت تراكس. الموازن جراسيل وكونييت تراكس دول بيشيلوا الاحاسيس دي فروم ذا سيم سايد اوف ذا بودي. هفهمك حالا ليه فروم ذا سيم سايد. ماشي ادي واحد. النوع الثاني من التراكت او الاسم المثال الثاني للتراكت حاجه اسمها لاترال انوثلاميك تراكت. هو ده تراكت خاص عشان نوعين مختلفين من الاحاسيس تماما، البين اند تمبريتشر. البين طبعا معروف البين اللي هو الاحساس بالالم، تمبريتشر هو الاحساس بدرجه الحراره. البين اند تمبريتشر دول بيحملوا على تراكت خاص جدا اسمه لاترال سباينو ثلاميك. يبقى طالع من عند السباينال كورد لغايه الثلمس، فانا اقدر افسر كلمه سباينو ثلاميك طالع من عند السباينال كورد واصل لغايه الثلمس، فبالتالي اسمه لاترال سباينو ثلاميك تراكت. ده بيشيل بين وتمبريتشر فروم ذا اوبوزيت سايد. يبقى ده from the same side ده from the opposite side of the body. هفهمك دلوقتي ليه. اوكي التالت حاجة اسمها ventral spinothalamic نفس الفكرة انما مع في مكان مختلف شوية، بس ده بيشيل simple touch and the pressure. simple touch اللي اتفقت عليه اللي قلت لك التاتش اللي انت ما بتعرفش بيه التفاصيل الحاجة، يعني زي ما انت ايه حاجة لمستها بشكل عابر بدون ما تعرف تفاصيلها، ده فده اسمه simple touch. زي pressure. pressure الضغط، يعني تخيل ان انت ايه لو pressure لو touch بس touch بضغط شويه كده بيتحول لحاجه اسمها بريشر احساس بالضغط. البريشر سنسيشن برضو هو سيمبل تاتش بيحملوا على الفنترال سباينال ثلاميك تراكت، وده بيشيلهم فروم ذا اوبوزيت سايد اوف ذا بودي. يبقى الاثنين تراكت دول شغالين فروم ذا سيم سايد اوف ذا بودي، الاثنين تراكت دول شغالين فروم ذا اوبوزيت سايد اوف ذا بودي. هفهمكم حالا فكره بقى سيم واوبوزيت سايد دول لما اشرح بس كل تراكت سريعا طبعا من غير تفاصيل، يعني بس ايه التراكت كده بسرعه. بص يا اولاد احنا فاضل اتنين تراكت بس هنتكلم عنهم، فكره الجراسيل تراكت والكونييت تراكت في الاول اللي انا قلت لكم ده بيشيلوا تلات انواع من السنسيشن، بيشيلوا البروبريسبشن بيشيلوا التاتش وبيشيلوا كمان الفايبريشن. اوكي فانا مثلا جايب هنا دي رسمه جايبه هنا اجزاء الجسم مختلفه ليج وترانك وارم وهكذا، هنا سباينال كورد وهنا في ثالاموس وهنا في كده ايه ده البوس سنترال جايروس او هنا السنسوري اريا يعني هنا كده. فانا ازاي هوصل التراكت من هنا لهنا؟ اتفقنا ان انا همر بثلاثه نيورونز. الاولاني بيطلق عليه فيرست اوردر نيورون. اوكي الفيرست اوردر نيورون ده اللي هو مين؟ اللي هو دايما الدورسال روت جانجليون، اللي هو الدورسال روت اللي بيبقى موجود جنب الدورسال روت بتاع السباينال كورد. اوكي بتاع السباينال اللي هو بتاع السباينال نيرف، فهو دايما فيرست اوردر نيورون هو الدورسال روت جانجليون. ده حاجه ثابته ما بتتغيرش ايا كان نوع الاحساس. اوكي فالفيرست اوردر نيورون هو الدورسال روت جانجليون. اوكي ماشي اتفقنا ان السكند اوردر نيرون يا اما يكون موجود في السبينال كورد يا اما يبقى موجود في البرينستن. في حاله الجراسيل تراكت والكونييت تراكت فالسكند اوردر نيرون بيبقى موجود فين؟ في البرينستم. السكند اوردر نيرون هنا بيبقى موجود داخل البرينستم. اوكي ماشي وعايزك تفهم حاجه، دايما الاحساس عشان يوصل من ناحيه
او الاساس من ناحيه هيوصل عند السنسور اريا الموجوده في السيم سايد ولا في الاوبوزيت سايد. خدناها المعلومه دي. جميع الاحاسيس بتوصل من الجسد لانهي ناحيه من البرين، من السيم سايد ولا الاوبوزيت سايد؟ الاوبوزيت سايد. اوبوزيت صح. فبالتالي لازم التراكت ده يحصل فيه كروسنج، يعني لازم يحصل ان في اعصاب بتعبر للناحيه المقابله، ده اسمه كروسنج. ودايما اللي بيعمل كروسنج هو السكند اوردر نيرون. فالجراسيل تراكت والكونييت تراكت نفسه اللي ماشي داخل السبينال كورد ما بيعملش كروسنج لانه فيرست اوردر نيرون صح. يبقى بالتالي بيبقى بيشيل اساس فروم ذا سيم سايد اوف ذا بودي، يجي من عند السكند اوردر نيرود اللي موجوده في البرين ستيم هي اللي تعمل كروسنج. فالكروسنج بيحصل فوق عند البرين ستيم مش عند السباينال كورد. فبيحصل السكند اوردر نيرون بتعمل كروسنج عشان تنتهي عند ايه؟ عند الثلمس. وقلت لك دايما الثيرد اوردر نيرون هو مين؟ هو الثلمس اللي هيوصل الاحساس، هو السكرتير بتاع السيريبرال كورتكس، هو اللي هيوصل احساس السيريبرال كورتكس. تمام. يبقى الجراسيل تراكت والكونييت تراكت عباره عن ثلاثه نيورونز، فيرست وسكند وثيرد. الفيرست دايما وابدا هو الدورسال روت جانجليون، انما الفكره ان هو ما بينتهيش في السبينال كورد، ده هو بيطلع في السبينال كورد، في السبينال كورد هو نفسه على نفس السيم سايد بتاعه، يعني ما عبرش للناحيه المقابله. انت بيحصل عبور عند السكند اوردر نيرون اللي هو مين؟ اللي هو عند البرين ستيم. هنا بيحصل عبور للناحيه المقابله للاوبزيت سايد عشان اخلص عند الثلمس. ولما اوصل عند الثلمس الاحساس من الثلمس هيروح بعد كده عند الجنرال سنسوري اير. اوكي. يبقى ده كده، ده بشكل مبسط التراكت بتاع الجراسيل تراكت والكونيت تراكت. فين جراسيل تراكت والكونيت تراكت؟ اللي هو ده. اوكي. ايه رايكم؟ سيم سايد ولا اوبزيت سايد؟ يعني ده بيشيل احساس فروم ذا سيم سايد ولا فروم ذا اوبزيت سايد؟ اوبوزيت. يعني الجراسيل تراكت ده اللي هو هنا على الناحيه دي شايل احساس من نفس الناحيه ولا شايل احساس من الناحيه الثانيه من الجسم؟ سيم سايد دكتور. سيم سايد صح، بيشيل احساس من السيم سايد. ليه؟ لان التراكت نفسه لسه ما حصلش عنده كروس. اوكي. اديك المثال الثاني جايز الصوره توضح شويه، اللي هو اتفقنا التراكت اللي بيشيل بينه تمبريتشر كان اسمه سباينوثالاميك تراكت. اوكي. تعال نشوف السباينوثالاميك تراكت ده قصته ايه. نفس الفكره، فيرست اوردر نيرون وسكند اوردر نيرون وثيرد اوردر نيرون. الفيرست اوردر نيرون دايما هي الدورسال روت جانجليون، نفس الفكره هي الدورسال روت جانجليون. ان الاختلاف هنا ان الفيرست اوردر نيرون بيخلص في السباينال كورد، بينتهي عند السباينال كورد زي ما انت شايف في الرسمه كده. اوكي. والسكند اوردر نيرون بيطلع من السباينال كورد ويعمل كروسنج للاوبزيت سايد صح، عمل كروسنج وكون تراكت. التراكت ده بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه سباينوثالاميك تراكت. اوكي. يبقى هنا ده كده ده السباينوثالاميك تراكت. ايه رايك بقى السباينوثالاميك تراكت ده شايل احساس فروم ذا سيم سايد ولا فروم ذا اوبزيت سايد اوف ذا بودي؟ طيب ها حد هيقول حاجه؟ اوبزيت سايد. ده شايل احساس من الاوبزيت سايد اوف ذا بودي صح؟ ليه؟ لان السكند اوردر نيرون موجوده في السباينال كورد وهي اللي بتعمل كروسنج، دايما اللي بيعمل كروسنج هي السكند اوردر نيرون. فلان السكند اوردر نيرون موجوده في السباينال كورد فبالتالي عملت كروسنج، فالتراكت نفسه خلاص حصل فيه كروسنج فبالتالي بيشيل احساس فروم ذا اوبزيت سايد اوف ذا بودي. يبقى الفيرست اوردر نيرون هي الدورسال روت جانجليون، السكند اوردر نيرون موجوده في السباينال كورد وعملت كروسنج للاوبزيت سايد وكونت السباينوثالاميك تراكت. بينتهي فين السباينوثالاميك تراكت؟ نهايته عند الثلمس، وبيطلع من الثلمس الثيرد اوردر نيورون عشان يوصل الاحساس لغايه الجنرال سنسوري اريا. اوكي. يبقى ده عشان بس افهمك الفرق بين التراكتين عشان بس يوصل عند السلايد دي. هنا كده بس. يبقى الجراسيل تراكت والكونييت تراكت they convey sensation from the same side of the body. ليه؟ لان الجراسيل تراكت والكونييت تراكت عباره عن فيرست اوردر نيورونز بتطلع وهي لسه فيرست اوردر نيورونز ما عملتش كروسنج. بينما اللاترال سباينوثالاميك تراكت والفنترال سباينوثالاميك تراكت نفس الفكره، الاثنين بيخلصوا عند السباينال كورد وبيطلع التراكت في صوره السكند اوردر نيورون. السكند اوردر نيورون ده اللي بيعمل كروسنج فبالتالي دول بيشيلوا احساس from the opposite side of the body. بس يا شباب دي الفكره بتاع الجراسيل تراكت والكونييت تراكت. كده احنا خلصنا محاضره السباينال كورد. اوكي. شرحنا السباينال كورد بدايته ونهايته وطوله ومكانه، وشرحنا فكره ان هو فيه اتنين انلارجمنت، واحد اسمه سيرفايكل وواحد اسمه لامبر. بعد كده رحنا شرحنا المينينجيس البيه والاراكينويد والديورا، واتفقنا البيه خرج منها ليجامنت كان اسمه فايلم ترمينال، وشرحنا فكره اللامبر سيسترن اللي ممكن استخدمها في حقن المخدر الموضعي او المخدر النصفي للجسد،
وبعد كده شرحنا فكره السالكاي ان في حاجه اسمها انتيرو ميديان فيشر وبوستيرو ميديان سالكس وانتيرو لاترال وبوستيرو لاترال سالكس، واتفقنا ان بيبقى كل عصب اتاتشد بتو روتس، واحد اسمه فنترال روت بيبقى موتور، واحد اسمه دورسال روت بيبقى سنسوري، والدورسال روت ده اللي بيبقى عنده جانجليون اسمها دورسال روت جانجليون. اوكي، وبعد كده رحنا شرحنا البلاد سبلاي انتيريو سباينال ارتري واثنين بوستيريو سباينال ارتري، وفي كل سيجمنت في حاجه اسمها راديكولار ارتري. وبعد كده شرحنا فكره الوايت ماتر والجراي ماتر، اجزاء الوايت ماتر ايه واجزاء الجراي ماتر ايه. بعد كده شرحنا الاسندنج تراكس والديسندنج تراكس سريعا جدا. في سؤال يا اولاد متعلق بالمحاضره بتاع النهارده؟ لا تمام يا دكتور، بس اسمع لي.